متأكد منها المدارس اليابانية لو عايز اشرحها لك. 45 مدرسة ان شاء الله هيخشوا الخدمة في 22 سبتمبر القادم في 22 محافظة. التارجت الهدف بالنسبة لنا هيكون عندنا 100 مدرسة على مدار الفترة اللي جاية، شغالين طبعا عليهم على بنائهم، ولكن هيخش الخدمة ان شاء الله 45 مدرسة هيدرسوا نفس المواد اللي احنا اتكلمنا فيها. 45 مدرسة فين؟ في محافظات مصر، في 22 محافظة من محافظات مصر، وهتستكمل حتى باقي الخمس محافظات ان شاء الله. وفي بعض المناطق ده جزء كمان من المدارس زي ما احنا شايفينه على الشاشة دلوقتي. دي انا جايب لحضرتك بقى فيديوهات على الارض. يعني كنا بنتكلم من فترة قريبة ما كانش معانا ده. احنا معانا ده، شفنا الكتب في المؤتمر، ادي المدارس اليابانية اللي احنا بنتكلم عليها. الشكل مختلف، اعداد الفصول مختلفة. لا الصراحه هي حاجه تفتح النفس، بس انا يعني انا عارفه ان انتوا اتكلمتوا كتير وشرحتوا كتير قوي للراي العام فكره المدرسه اليابانيه، انها طبعا فكره اتيتيود صحيح واخلاق وتعامل قبل ما تكون حتى علم وبس. هو اللي هيطبق فيها حاجه اسمها نظام التوكاتسو ده، بيشتغل على سلوكيات الطالب اكتر ما بيشتغل على التعليم. التعليم هو نفس المناهج اللي هياخدها، نفس الساده المدربين، نفس الساده المعلمين، نفس الساده الاخصائيين، كل حاجه، ولكن نظام التوكاتسو ده هو اللي احنا خدناه. يعني هو ده الحاجه اللي احنا خدناها هنطبقها في المدارس اليابانيه. يعني دي مدارس خلاص اتبنت بالفعل، اتاسست 45 مدرسه خلاص. 45 مدرسه بالنموذج في ده. حاجات تم فرشها زي ما حضرتك بتشوفيها دلوقتي، في حاجات جاري فرشها، وصولا ل 22 سبتمبر ان شاء الله يكون ال 45 مجهزين باذن الله. والاوبريشن التنفيذ طبعا والتشغيل وكل حاجه. خلي بالك انا اخترت مدير المدرسه واخترت وكيل المدرسه واخترت الساده المعلمين واخترت الساده الاخصائيين، وده اتفتح موقع رسمي للوزاره وتم اختيارهم وبيتم تدريبهم وانا بكلم حضرتك دلوقتي. لا كل يعني من دلوقتي كل مدير مدرسه وكل ناظر وكل مدرس طبعا عارف باذن الله هو في سبتمبر هيدخل يدرس فين بالظبط في المدارس اليابانيه. وده يا استاذه منى ده اجراء من ضمن اجراءات التطوير، عشان برضو الناس ما تفتكرش المدارس اليابانيه والتابلت هم التغيير. هم التغيير ده صح. اجراء واحد. طيب انا اخترت هنا ودربت مدير مدرسه ووكيل مدرسه، انا عندي اكتر من 90,000 مدير مدرسه بقى ووكيل مدرسه بيتدربوا عامه لباقي مدارسنا حتى مديرين الادارات، هنشتغل على تدريبهم الفترة اللي جاية. عايز اعرف برضو التدريب بيشمل محاور ايه، بس هستأذنك نبدأ ناخد بعض الاتصالات عشان الناس من اول الفقرة معايا. استأذنكم بس يا شباب، لا عايزين الاتصالات اللي ليها علاقة مباشرة بالفقرة لو سمحتوا، يعني لو حد بره الفقرة معلش ممكن يسيب لنا رقمه جوه. اخد الاستاذة نهى. اتفضلي. أيوة. يا فندم. اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء النور. حضرتك الأسئلة بس بالتفصيل. أول حاجة المدارس الأزهرية هي ما اندرجتش تقريبا في الخطة الجديدة، أنا ما سمعتش عنها إطلاقا، لأني ما لقيتش لولادي مدارس اطلاقا، فاضطريت ادخلهم ازهر للغات. فده سؤال اول حاجه. تاني حاجه المدارس اليابانيه اوكي تمام، بس احنا كمحافظه الشرقيه ما فيش موجود عندنا في المحافظه الرئيسيه، موجوده في العاشر وفي كفر صقر، برضو صعب قوي علينا. تالت حاجه بالنسبه للماده، انا ابني كان لغات ومدرسه دوليه، فهحوله مدرسه عربي لان في دروبات عنده في المدرسه، فهضطر احوله. للاسف مش لاقيه طبعا مدارس، بس جيت اذاكر له علوم بدل ساينس، فلقيت ان الكتاب اخدت كتاب من حد، فلقيت ان الكتاب مكتوب مثلا المصطلح بالعربي مش قدامه، ما فيش قدامه مصطلح انجليزي. طب ليه؟ ما هو ده اساسا لازم يكون موجود. حاضر. دي اول حاجه المصطلحات بس. أفضل. حاضر بشكرك يا نهى. حاضر الثلاث نقط دول اشكرك انك محدده في اسئلتك قوي عشان ده بيوفر وقت كبير. طب اول نقطه تتبع طبعا الازهر، ما تتبعش وزاره التربيه والتعليم خالص، ده موضوع، واعتقد ان الازهر بيشتغل على تطوير المدارس برضو، ولكن ده كيان مختلف تختلف تماما. تمام. المدارس اليابانيه زي ما قلت لك احنا 45 مدرسه على مستوى الجمهوريه، فمن 55 هي قالت ان موجود في العاشر وكفر صقر، ده بالنسبه لي بيتبع محافظه الشرقيه. طبعا الناس عايزه زياده المدارس اكتر بكتير، بس انا زي ما قلت لك احنا بنجرب نبدا بكل، وعايز اوصل لك حاجه استاذه منى مهمه جدا. نظام التوكاتسو بنجربه في ال 45 مدرسه او ال 100 مدرسه، هو لو نجح طب ما نطبقه في بقيه المدارس الموجوده عندنا اوريدي. ما انا ممكن يعني نقلبها ياباني الموجودة عندنا بالفعل. يعني ناخد من كل حاجه احسن حاجه ونعمل بوكيه المصري. فاحنا بنجرب التوكاتسو ده في المدارس في النموذج اللي احنا بنعمله، وممكن يطبق على باقي المدارس. بس عايزين نشوفه الاول وهيستجيب ليه ولا لا. ده بالنسبه للمدارس اليابانيه. بالنسبه للمتصالحات وترجمتها دي التشوهات اللي احنا بنحاول نعالجها. يعني هي انا اكيد مش معترض عليها، معترض طبعا عليها، بس دي التشوهات اللي شغالين عليها، وده بيشمل التطوير. ما خلي بالك برضو ولادنا من ثانيه ابتدائي وصولا للصف الثالث الاعدادي، ما احنا ما سبناهمش، ما احنا هنشتغل على تطوير المناهج، على تقليل المناهج، على الخريطه الزمنيه، على تدريب الساده المعلمين، ما احنا برضو ما سبناهمش. ولكن عشان احط فكر وثقافه جديده لازم يكون من مرحله رياض الاطفال من الاول. ولكن دول هيسابوا، لا ما دول هيشملهم حاجات كتير جدا. الناس هتشوف المناهج الفتره الجايه هيجي الدور عليهم طبعا، بس لازم نبدا من بس في التطوير من الاول. ولكن التغيير هيبقى صعب، التغيير لازم ابدا فيه من البذره من ساعه ما البلد ولد. صحيح.